سيدي غادي نقبلوه ديربي، ولكن لا الرجاء ولا الوداد تبارك الله من زمان قبل كاع من استقلال المغرب وهما كيهزوا الرايه ديال البلاد وراء ثلاثه ديال الملوك، محمد الخامس رحمه الله عليه، الحسن الثاني رحمه الله عليه، واليوم محمد السادس. هادو فروق باقي الان كيمثلوا هذه الرايه اللي هي رايه عندها 14 قرن. انا بعدا انا كنعرفها عندها 14 قرن حيت المغرب 14 قرن هذه، والحمد لله، والمغرب دائما الفوق الفوق وغادي يبقى الفوق ولله الحمد. وكيفما قلته من قبل انه لا الوداد ولا الرجاء اللي اسسوا من طرف الوطنيين المغاربه على راسهم الحاج محمد الجلون واصدقائه، راه لولا محمد الخامس والحسن الثاني رحمه الله عليهم لا كانوا هاد الاشخاص، ولو وما كانوش خلاو هاد التاريخ هذا لليوم كيتجاوز الثمانينات. وهنيئا للفريقين، هنيئا للمغاربه، هنيئا للوحده الوطنيه، وهنيئا للمغاربه من طنجه الكويره. وكنتمنى من الله عز وجل انه الشباب المغربي يعطي اليوم قيمه لبلاده كما ينبغي. وكنتمنى واول مره غنقولها دابا في الاستجواب، انه لهذه التظاهره تولدنا واحد الجمعيه اللي هي جمعية الوداد والرجاء فيما يخص الجمهور البيضاوي، تكون جمعية اللي كتضارب على المصلحة ديال هذاك المواطن اللي محتاج اللي يوقف معاه، محتاج يكون في جنبه من بعد المباراة. إلا ما خدامش خاصو نوقفوا معاه باش يلقى الوسيلة العيش ديالو، إلا ما كيقراش خاصنا نقلبوا على الوسيلة باش يدخل يقرا باش يكون ممثل ديال هاد الفريقين في المستوى العالي إن شاء الله، وممثل ديال المغرب في المستوى أعلى. وشكرا. هدف أولا وقبل كل شيء، ربما لا يخفى على الجميع بأنه هناك العديد من عروض الشغب، أنا كنسمى عروض لأنه أصبحت عروض بطبيعة الحال، عروض الشغب تحولت من داخل الملاعب إلى خارج الملاعب. الدليل هو أنه الآن أصبحنا أنه كنشوفوا أنه الإنسان يخاف أنه يرتدي قميص للفريق الذي يحبه. لماذا؟ لأنه يخاف أن يتعرض للعنف خارج الملعب. هذا شيء خطير ودقنقوص خطر، وجعل هذه اللجنة هذه أنها تفكر في كيفية كمجتمع مدني كما قلنا، فهو كيضم العديد من الجمعيات، هم حاولوا أنهم ينصهروا ويعطونا واحد النقطة جميلة جدا، واحد البداية ديال واحد الانطلاقة ديال واحد العمل اللي ربما احنا ما كنتكلموش. ربما هذا اللقاء ما بين الرجاء الرياضي والوداد الرياضي في إطار كأس العرب ربما جا هو فقط ديك النقطة اللي فجرات هذه المبادرة هذه. احنا اليوم جد فرحانين بعد أول حاجة تحية ودادية رجاوية مغربية للجماهير عامة وللمغرب، لأن اليوم احنا في يوم عرس وبغينا دابا كنرجعوا للايام القديمه، كنحاولوا ان احنا نسترجعوها. ما كانش الفرق بين هذا ودادي او لا هذا رجاوي، لان كنا خارجين من بيت واحد، فما يمكنش غادي تفرقنا الكره ابدا. بالعكس، الكره رساله، الكره فن، خصها تجمعنا، خصها تالف بين القلوب ديالنا. وهذا نداء احنا كنوجهوه للجماهير، انهم حرام عليهم يتبعوا شي حاجه اللي ماشي هي. بالعكس، حنا خوت، راه ما يمكنش تيتم عائله باش انت تبغي فرقه. ما يمكنش تخلي من موراك يتامى وتخلي من موراك ارامل ولا تهرس واحد السيد يلاه في الكريدي في الطوموبيل وتجي انت تهرسها ليه. بالعكس، هادشي ما كناش كنشوفوا في عهد والدينا، الا كنشوفوا هادشي. هادي ثقافه داخله، هذه ثقافة داخلة وعيب. وزعما ما كنظنش أنا دوك الناس اللي كيديروا دوك الإبداعات دوك الإلترات غادي يكونوا غادي يهرس كرسي. ما يمكنش كتخسر الملايين باش تدير تيفو وغادي ما يمكنش. ألوغ هنا رسالة، كفى من الشغب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.